غادة إلا ما قلتي لي أخبار دكتور وضح. يمان إيش دراني عن الدكتور وضح قاعدة تسأليني عنه؟ شلون إيش دراني؟ معقولة من العزومة للحين ما اتصل عليك؟ لا ما اتصل، يتصل ليش؟ على أي أساس؟ غريبة، علما أنا متأكدة وايد وايد إنه معجب فيك. الدكتور وضاح يعجب بأي وحدة يشوفها قدامه، حتى لو كانت عيوزة. لا لا يا غادة، مالك حق، الريال ظلمتيه وايد ظلمتيه. أصلاً الريال طيب حبوب راقي ميدب أصفى من الذهب، عسل عسل صافي، ونسخة مني مثل ما قلت لك. كل ما في الأمر هو يقدر الجمال ومعجب فيه. ما سوت علي الدكتور وضح من يوم شفته، وانتو 24 ساعة عماسكين اسمه وراي، مليت. خلاص ما عجبني الشاي حليب، أريد قهوة مصدعة. ممكن تسوي لي فنجان قهوة؟ إن شاء الله. مساء الخير، ويلك يا دكتور، ليش غبتي القاطع؟ لعد نسمع أخبارك بالمرة. أنت عارف مكانتك عندنا، وأمي دائما تسأل عنك. أنا وايد مستحية، ساعات ودي أوصل السلام عن طريق علي بس أستحي. anyway دزيت لك هالرسالة لأنك عزيز وغالي. تحياتي وشواكي غادة. قلت أحط اسمي يمكن ما تكون حافظ رقمي. اسمك محفور بقلبي حفر، اسمك محفور بقلبي حفر. بس أنا لازم أرد له، خطبصت شوي بس أنا لازم أرد. بس أرد شو أقول لها؟ لازم أكتب لها كلام يذوب الصخر. بس لا يا أخي، ما نبي نستعجل، لا تستعجل. نبي نروق، نبي نمخمخ، ثقل ثقل زين. ها دكتور، هلا والله بهط الله، هلا والله بهالزين، هلا والله بالملح والقبله، هلا والله بأحلى وأرق مساعد بالدنيا. دكتور انت تكلمني ولا مركب سماعة او شيء؟ طبعا اكلمك واكلم احلى وارق واجمل مساعد بالدنيا. بعد عمره دكتور، انا طول عمري عايش بخيرك وفضلك، طال عمرك تربيتك، انا تلميذك. انا اللي تلميذك وتلميذ تلميذك. خشمك لا دكتور، والله ما بيننا الامور هذه. خشمك لا. خشتك بعد عمري دكتور، كل شيء فيك حبيبي. طال من طيبك والله حبيبي. دكتور بس الحمد لله وصلت بالوقت المناسب. تقول لي وصلت بالوقت المناسب؟ علي انا اليوم اسعد انسان بالدنيا. علي انا اليوم ما ابي تقول لي حالات مستعجله، تقول لي وصلت بالوقت المناسب، في قطاوه في سلاب، ابي شيء ناعم. علي فهمني وقدر مشاعري، ابي شيء رقيق. حلي أبي طيور، أبي كناري، الله، أبي عصافير. أنا أبغى طير وسابق العصافير. الله، أجمل ما سمعت يا دكتور. بس لا يا دكتور، لا، شفيك الله هداك.